السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا العنوان الطريق إلى الجنة، هذا العنوان جاء من أجل بيان الخير ودعوة الناس إلى ما دعا إليه رب العزة والجلال وما دعا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: والله يدعو إلى دار السلام ويدعو من يشاء ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، الحسنى الجنة، وزيادة أي النظر إلى وجه الله تعالى. وقد قال سبحانه وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فخير هذه الأمم هي أمة النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك أنهم يأمرون بالمعروف وعلى رأسه التوحيد، وينهون عن المنكر وعلى رأسه الشرك بالله سبحانه وتعالى. وهذا المعروف يقود صاحبه إلى جنة الله التي قال الله تعالى في شأن أهلها: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. هذا هو الفوز الأعظم، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. قال الله تعالى: مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آس وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم. وقد قال الله تعالى: يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين. ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون، يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من رواية المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سأل موسى صلى الله عليه وسلم ربه ما أدنى أهل الجنة منزلا، قال: هو رجل يأتي يا أبا بكر عليك الله اقعد في محلك وما بزول يسأل لي زول، ونحن لو ما دارين الخير للناس ما كان جينا تكلمنا في الجنة ذاته ولا في طريق الجنة، وجينا من بيوتنا والله الليلة بالذات ما دارين نذكر اسمي زول، مزاجنا كذي ذاته ومراعاة للمصالح والمفاسد. من محل جينا أزال أخونا إسماعيل ده كان معانا قبل العصر من هناك، لو الزول ما استعجل برا كانت المحاضرة مشت أحسن ما يكون، لكن والله الليلة ما أعرف اسم في الدنيا إلا أجيبه في المحاضرة. الله أكبر. من بيتنا جينا نتكلم بمزاج في الجنة، واخترنا العنوان ده ليه؟ عشان نبسط للناس الدعوة ونبين لهم الحق، وما زلنا نكرر في كل مجلس أننا لا ندعو إلى جماعة ولا إلى حزب ولا إلى طائفة، وإنما ندعو إلى الكتاب والسنة، ونريد أن نبصر الناس بدعوة الله سبحانه وتعالى، ونحذر من أهل الباطل. ما بزول ذكرناه بغير حجة ولا ذكرناه ظلما ولا هترنا ولا نبذنا وبس سمعنا ما سمعنا في المكان ده، أن نجي نتكلم محاضرة الطوب شغال كر كر ومواصلة المحاضرة الله يتقبل، مزهجنا ما خلينا المحل لأنه شايفين الناس فيهم خير، عشان كذا تجينا المرة اللي بعدها برضو زول جاء
مسك قدام الناس وجه أسئلة بنجاوب فيه بشتم فينا قدام الناس لحد ما مرق، وبرضه جينا تاني نبلغ الدعوة. لا لشيء إلا ديانة لله أولا، ثانيا لأنه شايفين الناس خاصة في المنطقة دي دايرين الحق، وأي منطقة فيها ناس دايرين الحق والذي رفع السماء. لو خدت صواريخ من هنا ليه أمريكا من كيف من تبلغ الدعوة؟ والله الذي لا إله غيره. وانت جاي لك ساتور ولا مصيبة قال بتخوفنا بين، احنا جايين كاتبين وصايانا وجاهزين ما عندنا لك اي شيء. واسي اسألكم بالله الذي خلق السماء، الزول لو جاء لو غيره لو دايرين المحاضرة تمش والدعوة تمش، ما بزول يقف هنا، ما بزول يجينا هنا دي. منكم انتم بارك الله فيكم جاي هنا دي ضرب بساتور لما انفتر لما مشى بنواصل كذي لما دمنا ينتهي، ما في حاجة. الناس دار الحق يا اخ ما تجوطوا الشغلة بارك الله فيكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم، سأل موسى صلى الله عليه وسلم ربه ما أدنى أهل الجنة منزلة؟ قال يا أقل زول منزلته في الجنة نعيم بكون كيف؟ قال هو رجل يجيء بعدما أدخل أهل الجنة الجنة فيقول له الله تعالى تبارك وتعالى أدخل الجنة، والحديث صحيح في صحيح مسلم. قال فيدخلها فيخيل إليه أنها ملأة، تخيل إن الجنة دي ملانة، فيرجع فيقول له الله تعالى ادخل الجنة. قال فيدخلها فيقول قبل أن يدخلها يقول أي ربي كيف وقد نزل الناس منازلهم، أي قبل أن يدخلها في المرة الثانية يقول أي ربي كيف وقد نزل الناس منازلهم وأخذوا أخذاتهم. فيقول له الله تعالى أترضى أن يكون لك مثل ملك ملك من ملوك الدنيا؟ فيقول رضيت ربي. فيقول هذا لك ومثله 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 ومثله. فيقول في الخامسة رضيت ربي. فيقال هذا لك وعشرة أمثاله، ولك ما اشتهت نفسك ولذت عينك. قال ربي فأعلاهم. طيب إذا كان ذا أقل زول، طيب أعلى زول منزلته كيف؟ قال أولئك الذين أردت غرست كرامتهم بيدي وختمت عليها فلم تر عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على قلب بشر. شكر الرسول عليه الصلاة والسلام قال في صحيح مسلم أيضا إن أدنى مقعد أحدكم في الجنة أن يقول له تمنى، يقول له الله تعالى تمنى، فيتمنى ويتمنى فيقول هل تمنيت؟ فيقول بلى. فيقول هذا لك ومثله معه. وجاء في صحيح مسلم أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أدخل أهل الجنة الجنة ينادي مناد إن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا، يناديهم ويبشرهم بأربع بشارات، إن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا، وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا، وإن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا، وإن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. شكي الناس من أرض المحشر والعرق والخوف والتعب اللي بيصيب كثير من الناس وتطاير الصحف ونصب الموازين، ثم بعد ذلك يتوجه المؤمنون إلى الصراط فيصعدون الصراط، ثم بعد الصراط هذا الجسر المنصوب بين ظهراني جهنم الذي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله مدحضة مذلة، أي تذل فيه الأقدام إلا من ثبته الله تعالى، فنسأل الله الثبات. فيصعد الناس إلى هذا الصراط ويجوزونه إلى القنطرة، والقنطرة مكان يجتمع فيه الناس من المؤمنين لتقتص فيه المظالم، فما من ظالم يظلم مظلوما إلا ويرد للمظلوم حقه في تلك
في تلك اللحظات. ثم بعد ذلك يدخل المؤمنون جنة الله تعالى، وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. وهذه الجنة لها باب، كما في حديث خالد رحمه الله تعالى من رواية عتبة ابن غزوان رضي الله عنه في صحيح مسلم أيضا أنه قال: وذكر لنا أن للجنة بابا ما بين مصراعيه كما بين مكة وهجر، وفي رواية ما بين مصراعيه كما بين المشرق والمغرب. قال: وليأتي عليه زمان يكون فيه الناس كظاظ يجتمعون فيه ويزدحمون، أو كما قال رضي الله عنه. فيدخل الناس إلى تلك الدار، وهي دار السعادة وهي الجنة، فيجدون فيها من الظلال، ويجدون فيها من النعيم، من الأنهار والأشجار والثمار والحور العين، وما منهم من أحد إلا وله ملك. وإذا رأيت ثم، أي هناك، وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. فيدخلون إلى ذلك الملك العظيم، ويجلسون على الأرائك متكئين وعلى الأسرة، ويجتمعون بالأنبياء والرسل، وينظرون إلى وجه الله الكريم في تلك الدار، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وكلما نعموا جاءهم من النعيم ما لم يجدوه في هذه الحياة الدنيا، فتذهب تلك الآلام التي وجدوها في الدنيا، وتذهب تلك الأضغان، ويبقون في ذلك النعيم المقيم. نسأل الله يجعلنا من أهلها وأن يجعلنا منهم. الطريق إلى تلك الدار إلى الجنة هو الطريق الذي ذكره الله في كتابه، وذكره النبي صلى الله عليه وسلم في سنته، وهو الطريق المستقيم، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. وقبل ما أدخل في الطريق ده، في ناس كتار عندهم مفهوم مغلوط، بيقول لك الجنة الزول بيدخلها برحمة الله، وده كلام صحيح، لكن هم أرادوا بهذا الحق باطلا. يقول لك الجنة مولانا برحمة الله، وماشي ليه الحفلة هو، والجنة برحمة الله ويشرب في الخمرة، والجنة برحمة الله ويسمع في الغنى، والجنة برحمة الله وهو يتعرض إلى غضب الله ويفر من رحمة الله سبحانه وتعالى. وده مفهوم مغلوط. الجنة صاحبة رحمة الله، لكن الرحمة عندها أسباب. عشان كده رب العزة والجلال قال: ورحمتي وسعت كل شيء، فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي إلى آخر الآيات. ديل الله بيرحمهم سبحانه وتعالى. قال: إن رحمة الله قريب من المحسنين. ما ممكن زول بيعصي في الله وزول بيطيع الله وكلهم يقولوا رحمة الله، صح رحمة الله، لكن تعمل للرحمة أعمل ليه؟ شكرا رب العزة والجلال قال: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. ورب العزة والجلال قال: أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. وقال: تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. أبقى تقي عشان الله يدخلك الجنة، مش انت بتعصي في الله. المعاصي دي ما سبب دخول النار. الزول بيدخل النار بشنو؟ بسبب المعاصي. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع ماله وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا
لينبذن في الحطمة. وما أدراك ما الحطمة؟ نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة، إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. وإلا لو كان بس مجرد الزول قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله خلاص تاني يسوي الدار يسوي. الله ما كان قال في القرآن يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ولا الله كان قال فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون شنو غيا. غيا في تفسير ابن كثير قال غيا قال ابن عباس رضي الله عنهما أي خسرانا. وقال ابن مسعود غيا وادي في جهنم بعيد القعر خبيث الطعم. ولمن هذا؟ لمن ضيع الصلاة واتبع شهوات. فالموضوع خطير جدا، موضوع جنة ونار. وإلا زول بيصلي وبيعبد وبيستغفر وبيجتهد في الطاعة، واحد بيبارز في الله بالمعاصي، ديل واحد ديل ما واحد أصلا. ولذلك العبد يجتهد في طاعة الله، الإنسان يدخل الجنة برحمة الله لا شك في ذلك. لكن هذه الرحمة يعمل لها الأسباب، يأتي بالأسباب من الأقوال والأعمال التي تقربه إلى الله سبحانه وتعالى. طريق الجنة الاستقامة. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة بعدين في لحظات الموت، وبعضهم قال بعد القيام من القبور، تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. لذلك من خاف أدلج، أدلج يعني مشى في أول الليل وفي الدلجة في الظلمة، أول الليل وبعدين آخر الليل يقوم يصلي. الزول الدار الجنة ده ما نوام، والدار الجنة ما بخيل، والدار الجنة ما زول دنيا. شكي في حديث عبد الله بن سلام يا أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. في ناس بيدخلوا الجنة لكن قبلها بيتعذبوا، لكن لما يقول لك تدخلوا الجنة بسلام دي بشرى عظيمة. من خاف أدلج قام بالليل، ومن أدلج بلغ المنزل. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. يا أخي من مكان الله خلقه بيده سبحانه وتعالى. قال ابن عمر كما في الفتاوى في المجلد الثالث وفي المجلد الرابع، قال أربعة خلقها الله بيده أو بيديه، قال العرش والقلم والجنة وفي رواية جنة عدن والإنسان آدم عليه السلام بيده أو بيديه. فشكيت تسعى للجنة دي، ناس تعبانة وعرقانة وديل يدخلون الجنة ظلال وافرة، وناس في عطش ونشربه. قال لك أنهار من ماء غير آسن، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى ونعيم مقيم. ولذلك رب العزة والجلال قال ولمن خاف مقام ربه جنتان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. وشوف قسموا لي قسمين، ذات ناس الجنة ذات في النعيم قسموا لي قسمين. هسمع الآيات دي من ولمن خاف مقام ربه جنتان. لحد هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، ذا الفوق، ومن هل جزاء الإحسان إلا الإحسان لحد آخر الصورة، ذيل برضو في الجنة لكن منزلتهم أدنى وليس فيهم دنيء. قالوا ولمن خاف مقام ربه جنتان.
فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان. العين معروفة، العين في الأرض اللي بتمرق الموية تمرق الشراب. فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان، من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف، قاصرات الطرف لا ينظرن إلى أزواجهن لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان ذيل نساء الجنة فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذيل فوق تعال شوف البعد ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان. قال فاكهة ونخل ورمان، هناك قال من كل فاكهة زوجان، لكن هنا قال فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان إلى آخر الآيات. شكيت تسعى للنعيم ده، والله الذي لا إله غيره، لنعيم الجنة، لنعيم الجنة. الاستقامة تكون بأمرين، لأن الزول اللي بيستقيم ده في خطوات احنا ذكرناها قبل كده في محاضرة في المسجد ده جوا هنا، لكن الاستقامة دي ذاته، طريق الاستقامة ده قائم على أمرين، على أصلين. الأول أن لا يعبد إلا الله، شفت الله واحد دي، ده طريق الجنة، وده المزعل الأمة دي إلا من رحم الله تعالى. والله الفرار البكوري ده الموضوع المزعل، ما يقول لك ما تجيبوا الناس، نحن جيبنا ناس من راسنا ساي، جيبنا ناس أشركوا بالله ودعوا للشرك بالله وإلى الوثنية، وديل بناخذوا أصل التوحيد وأصل العقيدة، وده الطريق اللي بيودي النار ذاته. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. حديث ياخ في صحيح مسلم من رواية جابر رضي الله عنه قال جاء عربي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما الموجبتان، البيوجب دخول الجنة شنو والبيوجب دخول النار شنو؟ قال من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة. الله بيرحمك بيدخلك الجنة، تموت موحد لا إله إلا الله دخل الجنة. ومن لقيه لا يشرك به شيء، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. شكي في صحابة وحدوا خشوا المعركة قتلوا ماتوا شهداء في الجنة. مزعب بن عمير في مختصر السيرة لما مشى المدينة ودعا الناس إلى التوحيد وإلى السنة وإلى الحق سمع به سعد بن معاذ رضي الله عنه فأرسل إليه أسيد بن حضير وكان صاحبا له، وكان سعد عظيما في أهله، قال لأسيد اذهب إلى هذا وخذ هذه، أي هذه الحربة،
فإن سكت وإلا فاقتله. يا يوقف دعوته دي يا تقتله. فذهب إليه وهو ممسك بعنزته بحربته فقال له: إما أن تسكت وإما أن أضربك بهذه، أن أقتلك. قال: يا هذا استمع إلينا، فإن بدا لك كلامنا فخذه، إن أعجبك فخذه، إن ظهر لك الحق فيه وأعجبك خذه، وإلا فاتركه. فقال: أنصفت. ده سيد ابن حضير لأنه دار الحق في النهاية. فسمع فأسلم، طوالي مما سمع الحق قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. خدت حربته طوالي، دار الحق، دار الحق. فذهب إلى سعد، قال: اذهب إليه أنت. والله قال: أنا مشيت والزول أنا شايفه عليه حق، ما بوقفه، ما بوقفه، مش لي أنت. فذهب إليه فقال له: استمع إلى كلامنا، فإن أعجبك فخذه وإلا فاتركه، افعل ما شئت. قال: أنصفت. فسمع فأسلم، سعد ذاته أسلم. فذهب إلى أهله فجمعهم، قال: أي رجل أنا فيكم؟ قالوا: أنت خيرنا وابن خيرنا، سيدنا وابن سيدنا، إلى آخره، ذكروه بخير. قال: أما بعد، فإن كلامكم حرام علي رجالكم والنساء، فإن كلامكم، فإن الرجال منكم والنساء كلامهم علي حرام، إلا أن تشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فقالوا: نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، إلا رجلا واحدا، واحد بس ذهب يشهد. فمرت الأيام فجاء بنفسه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فأسلم فدخل الغزوة فقتل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كما يروى عنه وذكر ذلك صاحب المختصر، قال: عمل قليلا وأجر كثيرا، أي هو من أهل الجنة. بس الشهد دخل المعركة قتل، ما سجد لله سجدة ولا ركع لله ركعة ولا ختم القرآن ولا ولا ولا. وده ما معناه إنك يعني تشاهد وما تصلي بتدخل الجنة، لا لا، لأنه بس أسلم وطوالي المعركة بدت، فقتل فدخل الجنة. فذا الدرب، شفت الشهادة دي أهم شيء، أهم شيء التوحيد، لا إله إلا الله. ومعناه شنو؟ إذا زول بيقول لا إله إلا الله ومعلق حجاب، تقول له ده حق شنو؟ يقول لك حق سكين، وده حق شنو؟ ده حق طلق، وده حق شنو؟ حق رزق، وده حق شنو؟ حق محبة، وده حق شنو؟ بيحفظ من العين. ده لا إله إلا الله بتنفعه؟ بنتفع بها إذا عقيدته إنه ده الحجاب ده هو اللي بينفع وهو اللي بيضر، ده بتنفعه؟ ده شرك بالله تعالى. الدليل في مسند الإمام أحمد وفي سلسلة الصحيحة من رواية عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من علق تميمة فقد أشرك. نقول للناس ما أشرك؟ رسول قال أشرك، نقول له أشرك. طيب ليه يزعلوا؟ ليه زول يزعل زهجان ومنفوخ؟ زول ناس يقول لك ما تجيبوا الناس، وناسك ساول يا الله سبحانه وتعالى، زول بيسيء يا الله، بصادم القرآن. الله بقول في القرآن: أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها الله. الختم بقول وكلهم بجيبه، والله ماذا رجيب أي زول جيت المحاضرة، لكن شفت نحن لله الحمد أصل الدعوة دي ما نوقفها لزول أبدا، والله ما نوقفها لزول. جو وقفونا حكومة على العين والرأس، في النهاية الله قال: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، بنمرك طوالي. لكن زول بالقوة وبالشدة ويخوف الناس وعامل ايه وساوي كيف، تيجي توقف دين الله؟ والله ما نوقفه لك.
وأصلنا إحنا كان بتوقفنا زيك ده كذي ما كان لا توقفنا في المساجد ولا كان يتكلمنا في الموضوع ده، كان نمشي نرضي الناس نقول لهم يا ناس دارين يا تو موضوع ما يطلبه المستمعون. والله يا أخي الأيام دي دارين موضوع المشاكل طوالي نتكلم في المشاكل، دارين موضوع التقوى نتكلم في التقوى، لكن الموضوع ده نحن عارفينه لما مسكناه عارفينه صعب، والله صعب بيجيب المشاكل، الله واحد دي بتجيب المشاكل من بدري، لكن ده طريق الجنة. مما قال نوح عليه السلام زجروا طوالي زجروا، كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وشنو وازدجر طوالي. مما قال هود عليه السلام قالوا إنا لنراك في سفاهة سفيه وإنا لنظنك من الكاذبين كذاب، وهل هو سفيه؟ هل كذاب عليه السلام؟ مما قال صالح عليه السلام قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا، كنت كويس لكن بعد الموضوع ده انت ما كويس. مما قال شعيب عليه السلام قالوا ما يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول، ما بنفهم كلامك ده. وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رهتك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز. مما قال الرسول عليه الصلاة والسلام لغب الصادق الأمين. مما قال قالوا كذاب. الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله بتاع الختمية ده في كتاب النور البراق في مدح النبي المصداق قال وهو عبد الله العيدروس نقل ذلك محمد عثمان المرغني قال أنا عرشها قال أنا عرشها والكرسي أنا للسماء بانيها لولا الحياء من ربي نار الجحيم أطفيها أنا عرشها والكرسي أنا للسماء بانيها ده ما بخالف القرآن ده يخلو ساي كتاب نشره في السوق لو خاتينه تحت السرير نخش له جوا السرير تحت نرد عليه هناك جوا براو لكن نشره في السوق انت تنشر الشرك ونحن نرد عليك تزعل انت تنشر الباطل ليه ليه زول يا اخي يقول كباشي ده برع القوم كلهم تجيبهم طوالي تجيبهم طوالي رضي من رضي وغضب من غضب واي زول يعارض دعوة التوحيد أسأل الله أن يبتليه بخمسة أمراض أسأل الله أن يعجل عليه أن يعجل إليه بالجزام والسل والسرطان والطاعون أسأل الله بأسمائه الحسنى قبل أن يموت أن يعمي بصره وأن يجمد الدم في أوصاله وأن يقطع أشلاءه وأن يميته شر ميتة وأن يجعله عبرة للناس وأن يجعل قبره يتأجج عليه نارا وأن يخزله يوم يحتاج الناس إلى نصر الله تعالى وأن يكبه على وجهه في الصراط وأن يدخله لظى وحطم وسقر. يا أخي الله ما تدافع له تدافع لناس يا أخي زول يقول كباشي كم أدى ولد في كل بلد كم حل عقد كباشي يربط ويحل في كل محل كباشي المتوكل لأمر يكل كباشي من غير مس وتفل كم أدى طفل كباشي
بدي الطفل كباشي؟ بدي الطفل كباشي ولا الله سبحانه وتعالى؟ قال تعالى: أفرأيتم ما تمنون أنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ يعني يشرح لي أكثر من كذا كيف رب العزة والجلال. زول يقول دبر القوم إن أبا خطب في البلاد نزيله قل يا ولي الله إسماعيل. وإسماعيل مات، إن دقيت راسك بالسماء وجيت راجع إسماعيل مات، إنت حي عندك؟ مات، مات دنبز، مات عديل، مات روحه مرقت مشت فوق تاني في شنو. وهم براهم قالوا مات، سووا له قبة، ده باقي لك حي عندهم؟ نحن نقول الزول مات، والله قال وتوكل على الحي الذي لا يموت، ما تنادي ميت، قال أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. الثلاثة أشياء دي جيب لي أي شيخ مات الآن ما متوفر فيه، صايم ديما، برعي، كلهم كباشي، مكاشفي، كلهم أموات. أموات هن ولا ما أموات؟ أموات. غير أحياء هن غير أحياء ولا ما غير أحياء؟ غير أحياء. وما يشعرون أيان يبعثون، عارفين بيقوموا متين؟ ما عارفين. الآية منطبقة ليه؟ بيزعل ليه؟ إذا كان أبو بكر الصديق بيقول من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ما في صحابي واحد سل سيافه قال له يا زول هوي نحن قاعدين نعبده؟ ما قالوا لك هذه. من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. وتلا الآية، تلا الآية: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على عقابكم. إنت يا أخي زعلان مننا ليه؟ قلنا خلوا شيوخكم، نادوا شيوخنا، قلنا نادوا ابن تيمية وابن القيم وفلان وفلان، وتقول لنا وهابية، قلنا نادوا محمد عبد الوهاب، قلنا لك نادي الله، لو ناديت شيوخنا ده ذاته إنت مشرك، ناديت شيوخنا ذاته مشرك بالله تعالى، مش ماتوا ما عندهم شيء تاني، بس العلم الخلوه الله بينفعهم به إذا أخلصوا لله، وإذا علم نافع وهو نافع، لكن نيات عليم ربهم نحسن بو... لكن في النهاية ما ينفعوا ولا يضروا. تياخذل نقول لك نادي الله، ما تنادي شيوخ، تزعل ليه؟ ليه بزعل؟ النازل مشكلتهم مع الله شنو؟ ليه الله إنت ما دار تجيه عديل؟ ما ظنكم برب العالمين؟ يا أخي إلياس قال أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين الله ربكم ورب آبائكم الأولين. أنا أعتر يا أكورك يا مكاشفي يا كباشي يا صايم ديمة يا فلان يا علان، هسي ناديون لسووا لنا حاجة هنا ناديون. قال تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دوني فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. يا أخي زولك ده لو صالح وخايف من عذاب الله، الزول الخايف ينادوه ولا ينادوا الخايفين منه؟ الله سبحانه وتعالى: إن عذاب ربك كان محذورا. شدائد ينادوا، ألحقونا، أفزعونا، الجنة، الشيخ بدي الجنة، الحليفة وحات الشيخ، ما بعرف الرايحة، أمشوا للشيخ، قوماك نزاور، الأولي الأقطاب ليهم نشاور، منهم خفي الحال، منهم مجاهر، منهم عليم بالغيب باطن وظاهر. نازل أي شيء الشيخ الله دخل له، وإنت إن قلت له نادوا الله، ما تنادوا شيوخكم، إنت العدو اللدود لهم. وهم والذي رفع السماء أعداء لرب العالمين، وإن سجدوا له حتى تكسرت جباههم، وإن صاموا حتى تقطعت أكبادهم. هم والذي رفع السماء أعداء لرب العالمين، لأنه الله عداوته بالشرك، العداوة لله الله بتعاديه بالشرك وبتواليه بالتوحيد. الله ولي الذين آمنوا، ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا. يا أخي عقائد منحرفة خوفوا بها الناس ذاته، يقول لك الشيخ إن تكلمت فيه بينفخك، ما بينفخ ولا بيعمل أي شيء. الشيخ إما إن حلفت به وخالفت حليفتك بتشلة، ما بشلك ولا أي شيء. ناس حاربوا أنبياء عديل، ناس يتكلموا في أنبياء عديل، إلا الله ينتقم منهم. زور يقعد جنب الكعبة في الحجر عمير وصفوان، يقولوا نقتل الرسول عليه الصلاة والسلام في حجر الكعبة، الكعبة ما وقعت فيهم ولا يدهم جمدت،
ولا دمه ونوقف. وعمير ركب حصان لأمه مشى المدينة عشان يقتل الرسول عليه الصلاة والسلام. فإن الله كتب له الإسلام وأسلم وتاب الله عليه. فما في يقول لك اتكلم في فلان بيحصل لك كذا وفلان كذا، ويدون حجبات، حجبات كلها لخبة ذاتها نجوم وأقمار ومصايب. والله زول ما وحد الله ذا، والله الجنة ما يشوفها، والله الذي رفع السماء. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. والشرك ده ما تقفل زمان مع أبي جهل ولا أبي لهب، والشرك ده ما خاص بجماعة معينة. زول تقول لي يا أخي زول لا أشرك بالله، نادى غير الله، يقول لك يا أخي ده سوداني معانا، والسوداني ما بيشرك جد لك، وسعودي بيشرك ومصري بيشرك ياباني بيشرك، كلهم الشرك ده ما خاص بجنس ولا طائفة ولا جماعة. يقول لك يا زول ده معانا في الفريق، وانت قال ابو لهب ما كان مع الرسول في الفريق، ما كانوا معاه في الفريق اشركوا بالله تعالى. يقول لك يا مولانا لكن ما ناس ابو لهب ديل بيعبدوا الاصنام في الشدائد، بينادوا منو ناس ابو لهب في الشدائد بينادوا الله. فاذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. ناسك ديل في الشدائد بينادوا منو؟ في كربك انده بتغيثك جنده، ده ذاته فاتوا الاوائل ديلك، فاتون ذاته خدتون ورا في ال في ال في ال في الرخاء ينادوا شيوخ في الليل الهادي، بنادي سيادي جمله وفرادي، وانت وكت ليل هادي والثلث الاخير ما تسال الله سبحانه وتعالى عشان تعرف النازل يبشام ورا وقدام. والله الذي لا اله غيره، ويا فلان الحقونا، ويا فلان افزعونا وافزعنا وسووا لنا واعملوا لنا، وهذا ضلال. والذي رفع السماء الذي يريد دخول الجنة عليه بتوحيد الله، يقول الكلمة دي خالص لله سبحانه وتعالى، كلامه ده يكون خالص كما في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم من رواية عتبان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. الله بس، وناس ديل الزعلانين من ذكرهم قاعدين يكذبوا على الأمة وعلى النساوين وعلى الرجال. إناد تاع الكلاك لذاك ركين شغال بعجمة كذب أصلع، قال رسول جاهم في المنام في مربع ستة في الكلاك وأكل معاهم بالتيخة، قال والله الذي لا إله غيره، مسجلة صورة وصوت خنجر داك بتاع النيل الأبيض، قال نحن الشيوخ في السودان بدوا المطر، والمطر بحسب الطلب، عجبك عجبك ما عجبك أفتح بلاغ في الشرطة، نفتح بلاغ في مسألة مطر. نحن هذول بلاغنا إلى الله بس، شفتها ندعو الله سبحانه وتعالى. ذي الناس ذي اللي خلون بيدرس في الجامعة، درس في الأجيال، قال بيدرس كلية الطب، درسهم تفسير، قال ده قرأ قرآن ذاته عشان يقرأ تفسير يا أخي، عرف القرآن فهمه يا أخي يحفظه، كان قرأه ذاته وحفظه يخالفه، كأنهم بعينوا للآية كذي بيخالفوها بس. الله قال شنو؟ قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. لا لا شيوخنا بيعلم. ثاني الله قال شنو؟ الله قال لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكران وإناثا. شيوخنا برضو بده. ثاني الله قال شنو؟ الله قال وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. لا شيوخنا برضو بيكشفوا بس كأنه ضد القرآن. زول يقول لك مطر بنزل الشيخ، والله الله ما قال كذي، وآية رب العزة والجلال قال أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون. فلذلك العقيدة تكون في الله صحيحة، وبعد ذاك الإنسان الأصل الثاني يتبع النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. خلي الطرق دي كلها مكاشفية كباشية بعجاي قادرية تجانية تابعين لأحمد تجاه ذاك الضاب كمان، قال الرسول لاقى في صحراء سيناء وداو صلاة، قال الصلاة دي بتعدل القرآن 6000 ختمة، صلاة بدعية ذات ما أنزل الله بها من سلطان، قال صلاة الفاتح، قال بجنبة ذيل بجنبة، وكلهم عليه ضلال وانحراف، طرق منحرفة طرق ضالة، رضي من رضي وغضب من غضب، ما قابل ضالة أمش خش معاه، نحن وريناك وخش معاه، ده شفته من باب الوعيد، أمش خش معاه بعدين تشوف القدام بيحصل شنو. الله قال وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل أي الطرق فتفرق بكم عن سبيلي ذلكم وصاكم به لعلكم
تتقون. والكلام يطول، وإذا مد الله في الأجال بكرة أخواننا برضو بيجوا إن شاء الله يواصلوا بعد بكرة إذا مد الله في الأجال. جزاكم الله خيرا على حسن السماع، بارك الله فيكم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.